صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. حلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. النهاردة الحقيقة حلقتنا متنوعة ومختلفة، فيها فقرات كتيرة. الفقرة الأولى الحقيقة هنبدأها بفقرة رياضية. طبعا الرياضة مهمة جدا لينا كلنا، سواء كنا كبار في السن، سواء كنا شباب، سواء كنا بنات. النهاردة معنا كابتن محمود مهدي، مدرب لياقة بدنية، هيقدم لنا فقرة رياضية عن تمرينات منزلية بتتعمل سهلة جدا وبسيطة في البيت وبأدوات بديلة. تعالوا مع بعض نشوف كابتن محمود هيقول لنا ايه. صباح الخير عليكم، بنجدد صباحنا معاكم من برنامجنا مع كل الناس من على قناة الصحة والجمال. النهارده هنجاوب على بعض الأسئلة اللي بتجيلنا دايما، سواء على صفحتي الشخصية أو على قناة اليوتيوب. دايما الناس بتسأل عن تمارين بديلة في المنزل، سواء للناس السليمة أو الناس كبار السن أو الناس اللي عندها مشاكل في خشونة الركبة. النهارده هنعمل تمارين تنفع للناس السليمة وللناس الكبار السن اللي حابين يحرقوا دهون أو يعملوا شوية تمارين تنشط الدورة الدموية من جوه المنزل. كمان هنقول بعض الأدوات اللي ممكن نستخدمها في البيت بديلة إلى حد ما لأجهزة الجيم. هنستخدم النهاردة كل تماريننا على الكرسي ده. هنقعد على كرسي في البيت عادي جدا، ظهرنا مفرود، في ارتخاء في الكتفين، ارتخاء في العنق، بثبت، بخلي رجلي قدام كده، بشتغل 1 2 3 4، بشتغل مجموعات. ممكن اعمل 3 مجموعات في 15 او 4 مجموعات في 10. تمرين سهل جدا. نفس التمرين بشتغل برجل واحدة قدام وورا، بغير الرجل، وزي ما قلنا التمارين كلها بنعملها 3 في 15 أو 4 مجموعات في 10. كمان أفرد رجلي قدام، تانية، بحاول وأنا في التمرين محافظ على فردة ظهري. عندنا كمان بعض الحاجات اللي نقدر نستخدمها كبديلة، ده الدمبل. لو قدرت أوفره في البيت، في منه أوزان كتيرة، ممكن أستخدم الثقل ده. طيب لو مش عندي ومش هقدر أوفره، زي ما قلنا قبل كده بنجيب إزازة مية، نص لتر أو 1 لتر أو 2 لتر، بملاها مية بيتقل وزنها. عايز أتقل بملاها رملة بتبقى أتقل، هستخدمها كتمارين. طيب عندنا كمان شداد المقاومة، ده سهل جدا نقدر نوفره من اي مكان. نثبت رجلينا، 1 2 3، ده شكل تمرين بسيط وانا قاعد. نفس الوضع، 1 2، اقدر اعمل بيه اشكال كتير. بضم رجلي شوية، بطلع اعلى شويه، كمان اقدر استخدم بيه اكتر من تمرين. عندنا كمان المقبض ده بنشتغل بيه تمارين سواء بايدي الشمال او بايدي اليمين، برضو مجموعات. اقدر كمان استخدم الكرسي ده، هسند بإيدي، هرجع ورا، هعمل بعض تمارين الإطالة. كمان هنا أقدر أستخدم الكرسي، تمارين ضغط. دي بعض التمارين اللي هقدر أديها باستخدام الكرسي. كمان هفرد ظهري، هسند على الكرسي، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. أقدر أعمل أشكال كتيرة من التمارين على الكرسي. إحنا النهاردة أدينا بعض الحاجات البسيطة أديناها باستخدام الكرسي، في تمارين أكتر من كده كمان. إن شاء الله تابعوا معانا دايما، هنقول لكم على تمارين منزلية كتير، سواء للسيدات أو لكبار السن أو للشباب اللي مش قادرة تنزل الجيم. وهنقول لكم كمان على بدائل كتيرة سواء للدمبل أو للتمارين الحرة. وبرضه هنقول نصيحة أخيرة، التمارين القلبية أو تمارين الكارديو تفضل تكون في مكان مفتوح فيه هواء أكتر، عشان الأكسجين لما بيملى الجسم بتكون نسبة الحرق أعلى. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا في الفترة القليلة دي. كل تحياتي ليكم، كابتن محمود مهدي.
الحقيقه الفقره دي كانت فقره مميزه جدا، هي فقره رياضيه، وقدم لنا كابتن محمود مهدي الحقيقه بعض النصائح وبعض التمرينات البسيطه جدا والسهله، الحقيقه كلنا بنحتاجها، كلنا عارفين ان الرياضه مهمه جدا لصحتنا كلنا، سواء صحتنا النفسيه او صحتنا البدنيه. وطبعا جميل جدا يبقى في رياضه ممكن ست البيت تعملها في البيت، ممكن المسنين كبار سن زي ما بنقول، وحتى الشباب الحقيقه لنا ادوات بديله وادوات سهله جدا ممكن نوفرها بسهوله. طبعا كل الشكر والتقدير لكابتن محمود مهدي مدرب لياقه بدنيه. الحقيقه دي كانت فقرتنا الاولى وهي فقره رياضيه، وان شاء الله مستمره معانا في البرنامج فقره رياضيه هيقدمها لنا كابتن محمود مهدي. اسمحوا لي نطلع فاصل ونرجع مع فقرتنا الثانيه، وهتكون عن الاعلام البديل وتاثيره، او السوشيال ميديا وتاثيرها على الاعلام التقليدي من خلال رسائل موجهه من المملكه العربيه السعوديه والصحفي السعودي الاستاذ عثمان الشلاش. فاصل ونعود. دكتور أحمد عبد المدبر، استشاري الجراحة العامة والجراحات المتخصصة ومدرس الجراحة بكلية الطب. عمليات الفتق بأنواعها، عمليات البواسير والشرخ والناصور، عمليات الأورام بأنواعها، عمليات الدوالي، جراحات الطوارئ، عمليات السمنة المفرطة، تكميم، تحويل مسار، كبسولة المعدة الذكية. العيادة المنصورة، المركز الطبي بجوار مدارس الهدى والنور، شارع الهدى والنور، خلف مجمع المحاكم بالمنصورة. للحجز والاستعلام واتساب 011-412-3619، تليفونيا 010-98-39-4645. عيادة التجمع، التجمع الخامس، مول اتش سي سي، خلف المستشفى الجوي، يوم الأحد من 2-4 عصرا. للحجز والاستفسار 011-41-236-19، 010-98-39-4645. موقع دكتور المنطقة، أول موقع للإعلام الطبي في مصر والوطن العربي. ابحث عن دكتور منطقتك بالاسم أو بالتخصص أو المنطقة اللي أنت عايش فيها. للتواصل مع إدارة الموقع تليفون واتساب 010-42-460. موقع دكتور المنطقة، ابحث عن دكتورك بكل سهولة. دكتور أحمد إسماعيل الزرباوي، أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة. العنوان: أبو زعبل البلد، الخنكة، الأليوبية. للتواصل تليفون واتساب 031-22-19-898. موقع دكتور المنطقة، أول موقع للإعلام الطبي في مصر والوطن العربي. ابحث عن دكتور منطقتك بالاسم أو بالتخصص أو المنطقة اللي انت عايش فيها. للتواصل مع إدارة الموقع تليفون واتساب 010-42-460. موقع دكتور المنطقة، ابحث عن دكتورك بكل سهولة. شا
مشاهدينا عدنا من جديد وفقرتنا الثانية، والنهاردة نتكلم فيها عن الإعلام البديل، السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام التقليدي. من خلال رسائل موجهة من المملكة العربية السعودية والأستاذ عثمان الشلاش اللي دايما بينورنا في برنامج مع كل الناس، واللي هيكلمنا عن رأيه في الإعلام البديل وتأثيره على الإعلام التقليدي. طبعا أستاذ عثمان الشلاش هو عضو مجلس إدارة صحيفة الكاس السعودية. تعالوا مع بعض نرحب بيه. اهلا بيك استاذ عثمان. استاذ عثمان شلاش اهلا بيك. اهلا استاذه رشا، تحيه طيبه لك ولمتابعي القناه ولفريق العمل معك في القناه، وشكرا لاستضافتك لي وللحديث الحقيقي عن موضوع هام جدا ويهم الحقيقه الشارع العربي بشكل عام من ناحية الإعلام. طبعا الإعلام الذي هو أصبح اليوم حديث القنوات الفضائية، أصبح هذا الموضوع، والذي هو الحقيقة موضوع الإعلام التقليدي اللي نوقش كثيرا. أولا قبل ما نتحدث عن المحور اللي اخترتيه لهذه الحلقة، خليني أولا في البداية أعرف بالإعلام التقليدي وما هو الإعلام التقليدي. الإعلام التقليدي هو الإعلام الذي الحقيقة تغير عبر سنوات طويلة وانتقل من مرحلة إلى مرحلة ومراحل متعددة. طبعا الإعلام التقليدي هو منحصر في ثلاث حاجات، اللي هو الصحافة والإذاعة والتلفزيون. طبعا من يدخل في هذا النطاق هو طبعا يطلق عليه لقب إعلامي، كل حسب مسماه وكل حسب عمله في هذا المجال. من هم خارج هذا النطاق لا يطلق عليه إعلامي وليس إعلامي. هذا مواضيع نوقشت واتخذ فيها بعض الإجراءات في بعض الدول العربية الحقيقة لحماية مهنة الإعلام بشكل عام ومهنة الصحافة بشكل خاص. اليوم أستاذ رشا، مع الأسف الشديد أنه الإعلام التقليدي يعاني كثيرا الحقيقة من ضعف كبير، رغم أنه موجود على الساحة لكنه يعاني من ضعف كبير. ومن أجل أن نتحدث في هذه الحلقة عن أن الإعلام التقليدي، يجب أن نعرف أن هناك أسباب كثيرة أدت لانهيار الإعلام التقليدي، وفي مقدمتها الحقيقة التقنية الحديثة وأجهزة الموبايل أصبحت اليوم تنقل كل شيء أولا بأول وبشكل سريع، ولذلك لا يمكن أن ينافسها الإعلام التقليدي الذي البعض منه لا يزال يعيش في سبات عميق جدا ولم يستطع أن يطور أو يتطور بمعنى صح ويواكب هذه التقنية وهذه الثورة الحقيقة الكبيرة في عالم المعلومات وعالم التقنية. طبعا أسباب انهيار الإعلام التقليدي له أسباب عديدة، لعل من أهمها عدم مبادرة المؤسسات الصحفية والجهات مثل التلفزيون والإذاعة، عدم مبادرتها لمواكبة الأحداث ومواكبة التطور وعمل تحول سريع لأجهزتها ولوسائلها الإعلامية، مما أدى إلى أنها وقفت عند حد معين وأصبحت اليوم مع الأسف الشديد نسيا منسيا. على مستوى الصحافة طبعا، بحكم أني أنا صحفي في المملكة العربية السعودية، الصحافة طبعا بالنسبة للصحافة هي معروفة طبعا بأنها عبارة عن ورق يطبع عليها الأخبار والتقارير الورق أنا أعتقد أنه مات، يعني أو مات ودفن أيضا لأنه لم يعد له وجود. أنا أعتقد أنه في قرار بعدم طباعة الصحف لنسخ ورقية. طبعا بالنسبة للصحفي، لا، الصحفي لا يموت، يبقى. بعض الناس يقول لك أنت صحفي لازم تمارس العمل الصحفي، هل الصحافة لازم أحد يتابعها؟ نعم، في متابع. الصحفي الماهر والذي لديه
حقيقة إمكانيات، يستطيع أن يطور من نفسه، يطور من ذاته، وبالتالي يستطيع أن يعيش الأحداث. مثل ما قلت لك، المؤسسات الإعلامية على مستوى الوطن العربي لم تواكب التطور ولم تواكبه بشكل صحيح، ولم يقم المسؤولين في هذه المؤسسات الإعلامية بحفظ يوم بحفظ قرشهم الأبيض ليومهم الأسود، ولذلك واجهت المؤسسات الصحفية مشكلة كبيرة، وخاصة من مشاكل مالية. اليوم من أجل أن تدير وسيلة إعلامية صحفية تحتاج إلى مبالغ كبيرة، من أجل أن تحتاج إلى رواتب، تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى طباعة، تحتاج إلى تصاميم أيضا. طبعا بالنسبة هذا بالنسبة للصحافة الورقية. بالنسبة طبعا للإذاعة لا زال لها عشاقها، بالنسبة للتلفزيون لا زال في تطور، يعني في بعض القنوات الفضائية طورت من نفسها واقتحمت السوشيال ميديا، ولكن مع الأسف الشديد أنه إحنا كإعلاميين أصبحنا نبحث عن من يتابع مثلا أخبارنا في التلفزيون أو في الإذاعة أو في أيضا في الصحافة. أنا طبعا يعني قبل ما أختم كلامي هذا أستاذ رشا، ودي أتحدث عن الوسيلة أو الجهة الإعلامية اللي أنتمي لها، وهي صحيفة الكاس، وهي من الصحف المتميزة حقيقة على مستوى الوطن العربي رياضيا، و حازت على عدد من الجوائز، وفيها أيضا مسابقة في مدينة الإسكندرية المصرية في الشهر القادم، وأعتقد أنه الصحيفة قادرة إن شاء الله على خطف هذه الجائزة. الصحيفة لديها الحقيقة متابعة بشكل كبير بفضل جهود كبيرة تبذل من قبل القائمين على الصحيفة، في مقدمتهم الأستاذ حسن القريش رئيس مجلس إدارة الصحيفة، والأستاذ حسين أبو تاكي رئيس تحرير الصحيفة، الأستاذ مصطفى هلش اللي هو سكرتير تحرير الصحيفة، الأستاذ خالد بن مرشد عضو مجلس الإدارة، وأيضا الأستاذ حسين القلاف عضو مجلس الإدارة، والأستاذ أيضا الأستاذ اسكندر، وجميع الحقيقة الزملاء والمحررين لهم جهود كبيرة لرقي وتطور هذه الصحيفة. هذا ما لدي بالنسبة لرأيي في الصحافة أو في الإعلام التقليدي. أنا أعتقد أنه الإعلام التقليدي أصبح ضعيف، ومن أجل أن يتطور يجب إبعاد العناصر اللي موجودين في الصحافة في الإعلام التقليدي، العناصر اللي أصبح يعني كبروا في السن وأصبحوا غير قادرين على مواكبة الأحداث. يجب أن يكون هناك نقلة، ونقلة سريعة. هناك جهات إعلامية مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة قامت بعمل منصات على مواقع التواصل، وأصبحت يعني تواكب الحدث قليلا، ولكنها على استحياء لا تستطيع الإكمال. شكرا لك أستاذ رشا على هذه الاستضافة، وأيضا أنا سعيد جدا بأنه دائما أنت يعني تكرمينني بدعوتك لي، وتحية طيبة، وأنت من الإعلاميات المتميزات جدا في مصر. شكرا لك، وشكرا أيضا للقائمين على الإعلام، القائمين على القناة. طبعا الشكر موصول لحضرتك استاذ عثمان الشلاش. طبعا وجود حضرتك معنا في برنامج مع كل الناس هو شرف ليا طبعا، وطبعا اشكرك جدا على الكلام. الحقيقه ما استحقوش فعلا دوت، ولكن موضوع حضرتك النهارده كان موضوع مهم جدا. طبعا مبدئيا انا بتمنى التوفيق لصحيفه الكاس السعوديه في مسابقه الاسكندريه ان شاء الله، وان شاء الله طبعا هي صحيفه مميزه ومتميزه، واكيد ان شاء الله ستحصد الجائزه الاولى باذن الله. طبعا موضوع الإعلام البديل يا أستاذ عثمان، طبعا أنا بأثني على كل كلمة حضرتك قلتها. طبعا الإعلام التقليدي تراجع بشكل كبير عن أمام السوشيال ميديا، طبعا
زي ما حضرتك قلت ما عادش في تطور، او القنوات ما بتسعاش للتطور، سواء قنوات تلفزيونيه او حتى الصحف والاذاعه. طبعا السوشيال ميديا الحقيقه بقت ثوره كبيره جدا، وهناك من التقنيات الحديثه كل يوم الحقيقه بقى في سرعه في نشر الخبر، سرعه في نشر المعلومه، سرعه في التداول. الحقيقه بقى من الصعب بمكان ان احنا نواكب كتلفزيون او كاذاعه او حتى كصحف مقروءه، او زي ما حضرتك قلت ان حتى الصحف المطبوعه بقى في التوجه انها تتوقف بشكل نهائي، نظرا طبعا ان ما عادش في المتلقي او اللي بيشتري الصحيفه الورقيه، هو بيلاقي الخبر بيوصل له بمنتهى السرعه في نفس اللحظه، ايه خليه يستنى لتاني يوم لما او بعد اسبوع لما بينزل مكتوب في صحيفه ورقية. فطبعا بيكون الخبر يعني اتعرف بقاله فترة طويلة. فطبعا السوشيال ميديا الحقيقة والتكنولوجيا الحديثة أثرت بشكل كبير جدا على الإعلام التقليدي، وإن كنت أظن أو اعتقادي أنا الشخصي أن لا يزال الإعلام التقليدي له من المصداقية، وده أهم شيء في الإعلام بشكل عام من وجهة نظري أنا الشخصية، أن الإعلام التقليدي والتلفزيون والإذاعة والجرائد المكتوبة لها الحقيقه من المصداقيه ما تفتقده السوشيال ميديا في العديد من المواقع الالكترونيه. الحقيقه بينتشر اخبار كتيره على السوشيال ميديا، كلنا بنبقى مش عارفين الحقيقه مصدرها او صحتها، او هل الخبر ده الحقيقه خبر صحيح او لا. هو بيتميز بالسرعه، سرعه انتشار الخبر بشكل ممكن في نفس اللحظه ممكن يحصل حادثه في مكان ما او وقعه في مكان ما ممكن تتصور وتنزل في نفس اللحظه، وده من مميزات السوشيال ميديا ما نقدرش ننكر. ولكن هناك عيوب كثيره، من اهمها الشائعات، من اهمها عدم القدره على ان انا اميز الخبر الصح من الخبر الغلط، او زي ما قلت المصداقيه اعتقد بيفتقدها. طبعا مش هنقدر نقول كل المواقع ولكن اغلبها الحقيقه. فطبعا موضوع الاعلام البديل والسوشيال ميديا وتاثيرها، الحقيقه السوشيال ميديا اثرت على كل حياتنا استاذ عثمان، مش بس الاعلام، هي اثرت بشكل كبير جدا. تاثير في يرى البعض انه تاثير ايجابي، وايضا تاثير ايجابي في بعض النقاط، ولكن بشكل عام او بشكل اكبر التاثير بيكون تاثير سلبي لما له من انتشار للشائعات، انتشار للفضائح. الحقيقه ان كلنا بنبص لعدم يعني ما بنبصش لنفسنا زي نطور من نفسنا، لكن بنبص للاخرين وبنشوف صور الحقيقه مزيفه جدا بتظهر لنا على السوشيال ميديا. والحقيقه اغلبنا ما اعرفش ده يعني بيكون لنقص الوعي ولا بيكون ايه سببه او ايه تداعياته، الحقيقه ما عنديش المقدره ان انا احلل ده. ولكن السوشيال ميديا زي ما كان لها تاثير سلبي على الاعلام والصحافه والاذاعه بشكل كبير جدا، ايضا لها تاثير على حياتنا بشكل عام. وعايزه اقول ان برضو يعني ما نقدرش ننكر ان برضو القنوات التلفزيونيه والاعلام التقليدي له برضو مسؤوليه، انه لابد زي ما قال الاستاذ عثمان انه يطور من نفسه ويحاول ان يواكب العصر. ودي كانت حلقتنا النهارده من برنامج مع كل الناس، كنت معكم انا رشا حافظ، دمتم في رعايه الله وامنه.